السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مديول رقم 4 واللي بعنوان Load Balance Non-HTTPS. نخلي بالنا إن في مديول اللي هو بعد كده لرقم 5 هيكون بيتناول نفس الخدمة ولكن بمفهوم الـ HTTPS، فيما يعني إن مايكروسوفت عندها تصنيفين رئيسيين لموازنات التحميل. أول تصنيف اللي هو الـ Non-HTTPS اللي معانا، والتاني تصنيف اللي هو الـ HTTPS. بس كده نكون عرفنا انه في تصنيفين رئيسيين من عند مايكروسوفت، لكن احنا ما زلنا مش عارفين هو ايه اصلا اللود بالانس. موازن الاحمال عند مايكروسوفت وعند غير مايكروسوفت هو ببساطه شديده جدا مصطلح يشير لتوزيع الاحمال بالتساوي على اكثر من وجهه. زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامنا ده، انه الطلب او الريكوست او الترافيك اللي جايني من بره، من المفترض ان هو يروح مباشرة للوجهة بتاعته، واللي هنا ممكن تكون VM رقم 1 او 2 او 3، او حتى لو عندي 50-60 VM ما عنديش مشاكل. هو هنا الطلب جاي يقصد خدمة بعينها، الخدمة دي موجودة على Virtual Machine. بينما هنا في Load Balancer انا بحطه في النص ما بين الطلب اللي جاي لي وما بين الوجهة بتاعتي اللي هتلبي لي الخدمة علشان يبدأ يوزع لي احمال الطلبات اللي جاية. هنتخيل مع بعض ان انا عندي كم من الطلبات دفعة واحدة جاياني في نفس الوقت، فبالتالي هنا لو حصل زيادة في الاعباء او زيادة في العبء على الوجهة اللي رايح لها الطلب ده، ممكن يحصل لها فيلر. فبالتالي هنا انا بحاول ان انا اوازن ما بين الريكوست وما بين الريسبونس، باني بوزع الطلبات ديت بالتساوي على وجهات متعددة. الكلام ده اما يتم public، يعني للطلبات اللي جايه لي اوفر انترنت او عن طريق الويب ابلكيشن، او جايه لي انترنالي عن طريق نفس الريسورس اللي انا شغال عليها ولكن داخليا زي ما احنا شايفين في النموذج البيزنس تير سبنت. وده باختصار شديد جدا مفهوم اللود بالانسر. اللود بالانسر مصطلح احنا ممكن نكون تعرضنا له في فيديوهات سابقه، حضرتك ممكن تكون عارفه ودرسه قبل كده في منهج مايكروسوفت او غير مايكروسوفت. هو مصطلح زي ما احنا قلنا بيشير توزيع الاحمال بالتساوي على عدد من الواجهات، مفيش اختلاف ما بين مايكروسوفت وما بين اي شركه ثانيه. لو رحنا كده علشان نشوف خيارات موزع الاحمال ده، هنلاقي مايكروسوفت زي ما احنا قلنا بتقسمني الموضوع ده لاربع خيارات، اتنين منهم نون اتش تي بي اس واتنين منهم اتش تي بي اس. هنا لو رحنا كده علشان نفهم، هنلاقي ترافيك مانجر واللود بالانسر الاثنين دول بيشتغلوا على لاير 4، فيما يعني ان هم نون اتش تي تي بي اس. بينما الابلكيشن جيت واي والفرونت دور بيشتغلوا على لاير 7، فيما يعني ان هم اتش تي تي بي اس. ده مديول رقم 4 اللي احنا بناخده، وده ان شاء الله مديول رقم 5 المديول القادم، ولكن هو نفس الخدمة اللي بنتكلم عنها اللود بالانسر. يبقى مايكروسوفت عندها أربع خيارات، بختار أنا ككيان أو كمصمم حل الخدمة اللي بتحقق لي متطلبات العمل عندي وبتلبي لي احتياجاتي. طيب علشان أوصل للحل المناسب لابد من إن أنا أكون على دراية أو على معرفة بكل الفيتشرز اللي بتقدمها لي كل خدمة. فبالتالي هنا مايكروسوفت برضو علشان تساعدني في ان انا اختار صح عملت لي الدياجرام ده، وقالت لي حضرتك علشان تختار الحل المناسب ليك فلابد اول حاجه تعرفها هو التايب اوف ترافيك، نوع الترافيك اللي جاييني، هل هو برايفت ترافيك ولا بابليك ترافيك، هل هو جاييني من بره عن طريق ويب ابلكيشن او عن طريق برايفت ابلكيشن، يعني بابليك او انترنال. والله في حاله ان هو جايني بابليك، جايني عن طريق ويب ابلكيشن، فبالتالي افضل خيار ليا اللي هو الابلكيشن جيت واي. بينما لو عندي برايفت ترافيك وعاوز برضو اوزع الاحمال ليه، فهنا افضل حل ليا هو اللود بالانس. تاني حاجه بتحددها احتياجاتي هي السكوب. حضرتك هتطبق اللود بالانسر، هل هتطبقه على فيرتشوال ماشين، هل هتطبقه على كونتينر، او هل هتطبقه على ويب ابلكيشن. السكوب هنا بيحدد لي احتياجاتي وخياراتي من انواع او خيارات اللود بالانسر اللي احنا بنتكلم عليها. الافالابيليتي، والافالابيليتي هنا بيعني بيها الاس ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت.
هل الحل المقدم ده بيحقق لي سيرفيس ليفل اجريمنت بنسبه معينه؟ هل بيقدم لي افيلابيلتي زي الزون او الزونال؟ وهنفهم الفرق بين ما بينهم بعد شويه. بعد كده الكوست، هل قيمه او التكلفه اللي هتدفع في الحل ده هل هي مناسبه لمتطلباتي، او اني ممكن اخد حل هو زايد اصلا عن احتياجاتي، فبالتالي هنا الكوست هتزيد عليا. خلي بالنا واحنا بنختار على اساس الكوست ان احنا برضو نضيف القيمه التشغيليه لنفس الخدمه. رابع حاجه واهم حاجه في رايي اللي هي الفيتشر والليميتيشن. الفيتشر اللي بقدمها لي الحل اللي انا اخترته زي مثلا الترافيك مانجر، هل فعلا بيلبي لي احتياجاتي ومتطلباتي، ولا انا ما زلت بحاجه لمتطلبات تانية ممكن تكون اعلى او اقل من احتياجاتي؟ فبالتالي هنا الفيتشر والليميتيشن هيبقى مهمين بالنسبه لي. لو رحنا مع بعض للشريحه اللي بعد كده هلاقي مايكروسوفت بتشير لنوع من انواع اللود بالانسر بيتسمى الجيت واي لود بالانسر، وده بيستخدم في سيناريو وحيد لما يكون مع نتورك فيرتشوال ابلاينس او حتى ثيرد بارتي. وبرده الفرق الجوهري ان هنا البيانات مش جاياني بابليك او جاياني انترنال، ده هي جاياني من ثيرد بارتي، جاياني من فيرتشوال ابلاينس هو اللي بيعيد توجيه البيانات دي للود بالانسر، واللي بيتم من خلاله توجيه مرور البيانات لوجهتها النهائي. زي ما احنا شايفين كده ده السيناريو اللي مرسوم هنا، الكلام اللي احنا قلناه ده سيناريو محدد جدا بيستخدم في عمليات الهاي بيرفورمانس والهاي افيلابيلتي سيناريو زي ما احنا قلنا، ولكن باستخدام بيانات قادمه من ثيرد بارتي، واللي هنا في حالتنا ممكن يكون النتورك فيرتشوال ابلاينس طبعا من اي نوع، مش بيحدد لي نوع معين. لو رحنا كده مع بعض هيبدا يكلمني على الافيلابيلتي زون. عندي نوعين هنا، اما استخدم الزون ريداندنت والزونال، والفرق الجوهري ما بينهم ان الزون ريداندنت او تكرار البيانات على مستوى الزون، هنا هستخدم نفس اللود بالانسر باي بي واحد، فبالتالي هنا الزون رقم واحد او رقم اثنين او رقم ثلاثه، اي زون فيهم لو حصل لها عمليه فيلر او فشل انا مش هبقى قلقان، لانه بنفس الاي بي اللي بيتم استدعاء الخدمه من خلاله هيتم توجيهها للزون رقم 2 او الزون رقم 3 ايا كانت الزون اللي هي ممكن تحقق الاستجابه. بينما في نموذج الزونال انا بحط لود بالانسر في كل زون، هينتج عندي ادي لود بالانسر 1 2 3، فبالتالي عندي 3 اي بي. فلو الزون رقم 1 فشلت انا هلاقي ان اللود بالانسر كله وكمان الفرونت اند اللي ممكن كانت بتحقق الاستجابه هي كمان فشلت، فبالتالي الزون كلها وقعت، واصبح اللي عندي الزون رقم 2 والزون رقم 3 بس هم اللي شغالين. فبالتالي هنا كانه عمليات الفشل لا يمكن تجاوزها على مستوى الزون، اهي الزون لما وقعت وقع معاها اللود بالانسر المرتبط بيها. بينما هنا في الزون ريداندنت عمليات الفشل ممكن تجاوزها لزون تانية، الزون لما وقعت انا باستخدام نفس الاي بي باستخدام نفس اللود بالانسر لان هو لود بالانسر وحيد حقق لي اتصال من غير ما اشعر ان في عمليات فشل، فبالتالي بدا يوجهني على زون رقم 2 وزون رقم 3. والنموذج ده صعب فهمه بشكل نظري، ان شاء الله ممكن نبقى نشتغل عليه بشكل عملي. لو رحنا كده هنلاقي ان احنا بنتكلم على اللود بالانسر اس كيوز، احنا قلنا في نوع اسمه الجيت واي وتكلمنا عليه، وفي نوع اسمه البيزك والستاندر، وهنا بيديك مقارنه ما بين البيزك والستاندر مع الاشاره ان النوع البيزك ده مايكروسوفت وضحت انها في غضون سنه تحديدا في شهر مارس 25 هيتم الاستغناء عنه تماما، هيبقى القائم هو الستاندر والنوع الجيت واي. ولكن الامر هنا ممكن ان احنا نعمل المقارنه ديت علشان نفهم الليميتيشن والفيتشر الخاصه بكل نوع من الالوان. النوع البيزك بقدر من خلاله ان انا اوزع الاحمال على 300 اي بي، بينما الستاندر لحد 5000 انستنس ايا كان نوعها في ام او في ام سكيل سيت. بينما هنا في قواعد الحفاظ على الصحه او قواعد التحقق من الصحه، هنا بيستخدم البروتوكول من نوع تي سي بي اتش تي بي، وهنا بستخدم ال HTTP وال HTTPS مع ال TCP، فيما يعني ان انا هنا ممكن اجبره على استخدام شهادات الامان اللي بيتم من خلالها توزيع حركه مرور البيانات.
حد يقول لي طب احنا بنتكلم على ترافيك نون اتش تي بي، هقول له لا، احنا دلوقتي بنتكلم على اللود بالانسر بشكل عام. اللود بالانسر بشكل عام من نوع ستاندرد، سواء كان اجور لود بالانسر او حتى ابلكيشن جيت واي وفرونت دور، هم الثلاثه او الاربع خيارات اللي احنا استعرضناهم، فيهم الاس كيو من نوع ستاندرد واللي بيدعم اتش تي بي اس. لو رحنا كده على الافالابيليتي زون، فالبيزك مش بيدعم اي منطقه من مناطق التوفر، لا في زون ولا في زون، فبالتالي هنا انا مش هحصل على اي نوع من انواع تكرار البيانات. بينما في الستاندر هو بيحقق لي نموذج الزون ريداندنت، وكمان بيحقق لي نموذج الزون اللي احنا اتكلمنا عليه فيما يتعلق بجميع انواع الترافيك، سواء اللي جايه لي او اللي طالعه من خلالي. هنا فيما يتعلق بالمالتيبل فرونت اند، فهنا بيشتغل داخلي، ولكن هنا بيشتغل داخلي وخارجي، يعني ممكن اشتغل بابليك وممكن اشتغل برايفت زي ما احنا هنشوف الجزء العملي. فيما يتعلق بالسكيورتي باي ديفولت، فهنا في البيزك اس كيو هو هنا مفتوح تلقائيا باستخدام النتورك سكيورتي جروب. اما فيما يتعلق بالستاندر اس كيو فهو هنا كلوزد، يعني مقفول تماما على الترافيك داخليا فقط، لكن ممكن تجاوز الامر ده باستخدام نفس قواعد ال NSG بان انا اخليه اشتغل بابليك زي ما احنا قلنا، بالتعديل على الرول الخاص بالنتورك سيكيورتي جروب، واللي بيتم بعد كده من خلاله فتح الانبوند والاوت بوند كمان، يعني الترافيك اللي جاي لي والترافيك اللي طالع منه. هنا فيما يتعلق بالاس ال اي زي ما احنا قلنا، البيزك ما بيدعمش اي نوع من انواع الافالابيليتي، فبالتالي مايكروسوفت مش بتحقق لي اي نسبه من نسب السيرفيس ليفل اجريمنت. بينما في الستاندر اس كيو هنا باخد نسبه 99.99 من 100، واعتقد ان دي نسبه مرضيه جدا جدا. لو رحنا كده للشريحه اللي بعد كده هتلاقي انه مايكروسوفت بتكلمني على الباك اند بول. انا عندي فرونت اند اللي هي الواجهه اللي بيتم من خلالها استقبال الطلب، وعندي كمان الباك اند اللي بيتم من خلالها تحقيق الطلب والعمل عليه. في الاس كيو البيزك انا بدعم فقط الفيرتشوال ماشين اللي جاياني من الافالابيليتي سيت، او بدعم الفيرتشوال ماشين اللي جاياني من السكيل سيت. يعني انا لو عندي مجموعه من السكيل سيت مثلا وليكن 8 او 10 فيرتشوال ماشين، هذا سكيل سيت انا بدعمها. كمان بدعم الفيرتشوال ماشين السنجل الواحده لو كانت جايه من افالابيليتي سيت. بينما في الستاندر انا بدعم اي فيرتشوال ماشين جوه الفيرتشوال نتورك، سواء جياني من availability set او جياني من غيرها، او كانت جوه جروب او كانت جوه مجموع السكيل سيت، انا ما عنديش مشاكل في اي نوع من الانواع ديت. لو رحنا كده على الرول هيبدا هنا يكلمني على الرول او القواعد التوجيه، قواعد توجيه البيانات واللي من خلالها بيطلب مني مجموعه بيانات استنادا على الطلب اللي جاي. من ضمن مجموعه البيانات دي هو الاي بي فيرجن سواء ال 4 او 6، بعد كده البروتوكول المستخدم سواء جاي من تي سي بي او يو تي بي، بعد كده البورت اللي جاي من خلاله الترافيك او اللي رايح يرد على الاستجابه، يعني الانبوت او الاوت بوند، بعد كده هنا بيطلب مني الباك اند بول اللي هتلبيه للطلب، وهيعدي على اي قاعده من قواعد التحقق من الصحه او الهيلث بروب. بعد كده ممكن احدد له في السيشن بير سنتنس اللي احنا هنتكلم عليه في الشريحه اللي جايه، واللي بيحقق لي المفهوم التالي. هتخيل ان انا عندي كلاينت اهو جاي ريكوست من خلاله، نفس الكلاينت ده بدل ما يبعت طلب واحد بعد اكتر من طلب من نفس الاي بي. يعني لتبسيط الامر انا عندي جهاز قاعد شغال عليه وليكن مثلا جهاز الديسكتوب او اللابتوب الخاص بيا، رحت عملت ريكوست لخدمه ما، ريكوست دي اللي بيحققها لي او اللي بيلبي لي طلباتها هو اللود بالانسر، هو اللي بيعيد توجيه الكوستات اللي جايه دي لاي فيرتشوال ماشين هي اللي ترد. فبالتالي مره يوجهها لي لفيرتشوال ماشين رقم واحد، مره رقم اثنين، مره رقم ثلاثه. طيب انا هنا نفس الكلاينت والديفايس بتاعي ما اتغيرش، فبالتالي انا واصل بنفس الاي بي، فهنا تسريعا للعمليه ديت فهيروح عندي عده خيارات، أو تحديدا ثلاث خيارات، يا اما نون مفيش خيارات خالص في كل مره هطلب هيتم توجيهي لاي فيرتشوال ماشين خلاص عشوائيا كده، مره واحد مره اثنين مره ثلاثه. لكن لو اخترت الكلاينت اي بي فاستنادا على الاي بي اللي انا جاي منه هيتم توجيه الطلب كل مره لنفس الفي ام، طلبته مره طلبته 10 مرات هي نفس الفيرتشوال ماشين بتلبيه للاستجابه مش هتتغير. او ثالث خيار عندي الكلاينت والبروتوكول، لو انا طلبته بالتي سي بي فهيروح مثلا
يوجهني على الفي ام رقم واحد. بينما لو انا طلبته مره مثلا من براوزر تاني او من بروتوكول تاني وليكن يو دي بي، فهيروح يوجهني على فيرتشوال ماشين مختلفه على اللي ردت عليا. اتمنى يكون الكلام واضح وما فيهوش اي لبس. لو رحنا كده هيبدا يكلمني على قواعد التحقق من الصحه. قواعد التحقق من الصحه هنا لازم ثلاث حاجات احددهم: البروتوكول والبورت وزمن الاستجابه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما يكون عندي طلب جاي، فبالتالي هنا انا كلود بالانسر هبدا اوجه البيانات لاي وجهه من الوجهات اللي انا محددها، سواء كانت ثلاثه او اربعه او whatever. طيب لو وجهه منهم انا حسيت ان هي مش هتلبي لي الطلب، حسيت ان هي فيها مشكله، حسيت ان هي داون، طب مين اللي بيحدد ده؟ بيحدد ده الهيلث بروبس. خلاص، قواعد التحقق من الصحه من خلال ان هي ايه؟ بتروح تكلم الوجهه كل عدد معين من الثواني، اعتقد كل 15 ثانيه على كلام مايكروسوفت، واروح اكلم الوجهه ديت لقيها ردت عليا في خلال 5 ثواني، ممكن طبعا اغير الاوبشن ده، في خلال نوع او عدد معين من الثواني لو ردت او حصل استجابه، فبالتالي بعتبر ان هي لايف وما عندهاش مشاكل. لكن لو زمن الاستجابه اتاخر عن الزمن المحدد ليها، فبكتشف هنا انا كلود بلانسر انه الفيرشوال ماشين دي داون، فمش بوجه لها اي ريكوستات، وهو هنا مفهوم قواعد التحقق من الصحه. وختاما في الشريحه اللي بعد كده هنلاقي ان احنا وصلنا للجزء البراكتيكال او الجزء العملي، فيما يعني ان احنا انتهينا من الجزء النظري، شرحنا مفهوم اللود بالانسر، تناولنا اشكاله الاربعه اللي هي اللود بالانسر، ترافيك مانجر، الفرونت دور، والابلكيشن جيت واي، وقلنا انه بيشتغل اما انترنال او بابليك على حسب احتياجاتي. كمان في اكتر من اس كيو اللي هي البيزك واللي مايكروسوفت اعلنت ان هي هتتخلى عنها في غضون سنه من دلوقتي، والستاندر، وممكن كمان اشغله از جيت واي. اتكلمنا على قواعد التحقق من الصحه، اتكلمنا على الرول، اتكلمنا على الزون افيلابيلتي، واتكلمنا كمان ازاي اقدر احدد اختياراتي من انهي خيار من الخيارات الاربعه اللي احنا استعرضناها. في حاجه ظريفه جدا على البورتال احنا ممكن نشتغل عليها، مايكروسوفت كمان موفرها لي من خلال ان هي بتسالني بعض الاسئله اللي بتحدد وفق اجاباتي اي خيار هستخدمه. يعني هتبدا تسالك مثلا الترافيك اللي جاي لك ده بابليك، فانت حضرتك لو رديت هتقول لك طيب جاي لك من جهه ويب ابلكيشن، وهكذا لحد ما تقول لك النوع المناسب ليك هو مثلا الفرونت دور، او النوع المناسب ليك هو الترافيك مانجر، وهكذا. اتمنى يكون الجزء النظري مفهوم ما فيهوش اي لبس، وان شاء الله واحنا بنشتغل مع بعض بشكل عملي هنبدا برضو نستعرض بعض المعلومات المهمه. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.